بدينا المره الماضيه حكينا عن اي نقطه بتطلع على روت لوكس لازم تحطها في الماكسيمم كونديشن والانجل كونديشن، يعني بشكل عام اي لا حتى اي نقطه تكون فعلا واقعه على روت لوكس لازم تحقق هدول الشرطين. هنا احنا هون بدينا هاي البلانت، هاي كنترولر، كنترولر في حاله بس بروبورشنال كنترولر، يعني بس لطريقه كونستنت كي عندي كلوز لوب نيجاتيف فيدباك. السؤال اللي عم بساله ايش بصير للفولز لما ببدا بغير قيمه كي؟ فقيمة كي رح تبدا من زيرو وايفنشلي في النهايه رح توصل للانفينيتي، طبعا رح تكون دائما بوزيتيف زي ما سالت المره الماضيه، دائما رح تكون قيمه كي بوزيتيف، فبتبدا من زيرو وبتروح للانفينيتي. لما تبدا من زيرو كاني ببدا من الاوبن لوب بولز وعمال بتحرك، كل ما زدت كي عمال بتحرك مكان هدول البولز. الكلوز لوب ترانسفير فانكشن صارت هاي، حتى هاي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن البولز فيها تتحقق لازم يكون عندي هذا الجزء بيساوي زيرو، بنقل الواحد على الجهه الثانيه بيصير ناقص واحد، بيصير كي جي او اس بتساوي ناقص واحد، محل جي او اس، جي او اس رح افترض انها عباره عن نيوميريتر بولينوميال اوف اس النيوميريتر وبولينوميال اوف اس الدينومينيتر، فصار عندي ان على اس في كي بتساوي ناقص واحد. لما ناخذ الماجنتيود كونديشن، الماجنتيود كونديشن بقول انه كي مضروبه في الماجنتيود طبعا n of s مضروب في الماجنتيود تبع d of s تساوي 1، لان الماجنتيود تبع ناقص 1 هو 1. ولما جينا طلعنا هون وجدنا انه هذا هو عباره عن الطول من اي نقطه لـ z1، الطول من اي نقطه لـ z2 z3 الى اخره، على الطول من هاي النقطه لـ b1 الطول بيتون لهم هدول الاوبن لوب بولز والاوبن لوب زيروز بي3 الى اخره، وهذا بيساوي 1. ولو جينا رسمنا رسمه عامه هون، لو انا فرضا عندي هون اوبن لوب بولز وزيروز، وهذا اعتبرته هون z1، وهذا مثلا d1 d2 d3، اذا في نقطه تقع على روت لوكس، يعني هاي اون ذا روت لوكس هون، إذا الماجنتيود كونديشن بقول إني لو جبت الطول قست الأطوال من النقطة هاي لـ Z1 من النقطة هاي، هدول طبعاً أوبن لوب فولز وزيروز، هاي النقطة اللي ببدأ منها وقست الطول من هون لـ B3 وقست الطول هون لـ B2 و B3 وسميت هذا الطول B3 وسميت هذا الطول B2 وسميت هذا الطول B1 وسميت هذا الطول Z1، بكون عندي إذا هاي النقطة تقع على روت لوكس معناها راح يكون عندي بحالة هاي Z1 على P1 P2 P3 تساوي 1. أو إذا أجيت أنا اطلعت على النقطة ووجدت إنه هذا الشرط متحقق معناها هاي النقطة تقع على روت لوكس، يعني بقدر آخذها بالجهتين، يعني إذا هي تقع على روت لوكس معناها هذا لازم يكون صحيح، أو إذا وجدت إنه الشرط هذا تحقق معناه إنه تقع على روت لوكس. عادة نحن بنستفيد من هاي حتى نطلع قيمة كي. إذا أنا جيت على نقطة موجودة على روت لوكس، يعني لو فرضنا إنه روت لوكس فعلا كان بمر في النقطة هاي، هذا يشوهني أنا راسمه، معناها أنا عارف إنه النقطة هاي تقع على روت لوكس، عم بسأل قديش قيمة كي عند النقطة هاي، كيف بطلعه؟ باجي على النقطة هاي وقيس هذول الأطوال كلهم، بعوضهم في الايكويشن هاي فبيطلع معي كي بيساوي 1 في حاصل ضرب البول طول البولز على طول الزيرو، بكون قيمة كي عند النقطة هاي اللي بتتحقق، وهذا أنا عم بستخدمه في الديزاين، لأنه في النهاية برجع شو بعمل؟ باخذ قيمة كي اللي طلعت معي وبعوضها هون، فهذا رح يحقق لي رح يكون الروت لوكس بمر في النقطة هاي عندنا. عادة اللي احنا إذا بتتذكروا حكينا عن الدوميننت بولز، متذكرين دوميننت بولز؟ البولز اللي هي بتحدد هي رئيسية للبيهيفير تبع السيستم، هاي نقطة مهمة لأنه احنا عم نفتش على نقطتين رئيسيتين هون، هم يحددوا البيهيفير، هم بيكونوا الدوميننت بولز، لأنه راح يقول لي في عدد من البولز، مين اللي محدد البيهيفير تبع هذا السيستم؟ يعني لو جينا على سيستم زي هيك ورسمنا مثلا الروت لوكس تبعه، لو جيت على سيستم زي هذا
لما برسم روت لوكس هنشوف كيف رحنا نرسمه. هلاقي انه هذا بيجي هون وهدول مثلا بيطلعوا بهذا الشكل. هلا هون لاحظوا لما ببدا بزيد كي عند نقطه معينه راح الاقي انه البورتس مثلا صاروا هون هون وهون. مين الدوميننت بورتس في الحاله هاي؟ مين اللي بحدد البيهيفير تبع السيستم؟ هذول الاثنين الكومبلكس كونجنيتال. هذه كل مبدا العمليه. يعني انا شو بقول؟ انا عارف انه هذا السيستم ثيرد اوردر لكن البيهيفير تبعه بيشبه سكند اوردر سيستم من البولز تنينهم. والسيستم مثلا هذا لو انا جيت عند النقطه هاي بقول هذا ايش ديتا رح تكون للسيستم هذا؟ قد ايش الاوفر شوت للسيستم هذا؟ كيف بعرفه؟ لو رسمت خط من هون وقسمت الزاويه هاي كوساين 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 بيتا رح تكون زي تحت النقطه. طب ما في بول ثالث هون؟ لا البيهيفير دومينيتد باي بولز هذول. يعني زيتا واوميجا تي وكل هاي كانه حتى لو كان فورث اوردر سيستم فيفث اوردر سيستم الدوميننت بولز الاثنين المهمين هم صاروا هذول الاثنين. ليش هم دوميننت؟ لانهم اقرب شيء ل جي اوميجا اكسس. اوكي هاي كل فكره الديزاين تبعنا، ركزنا الديزاين تبعنا. يعني لو كان عندي مثلا اربع بولز حتى خلينا نشوف ناخذ مثال على اربع بولز. خلينا ناخذ مثال ثاني مثلا نفترض احنا بدينا باربع بولز زي هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذول إذا رسمت اللوكر والروت لوكس تبعهم أظنهم بيعملوا شيء زي هيك. لو ضليت أزيد كي وجدت كي مثلا عند النقطة هون رح ألاقي إنه واحد من كول صار هون، واحد من كول صار هون، واحد هون وواحد هون إذا رسمت سنايب وأنا ما عندي غير السيمتري. هلا هذا فورث أوردر سيستم مش سكند أوردر سيستم. لكن البيهيفير تبعه مين اللي بحدد لي إياه؟ أنا بقرر تو دوميننت كولز اللي موجودين. هذول اقوى وطغوا على البيهيفير تبع السيستم فوق التو بولز اللي موجودين. هذول ابعد من الجي اوميجا اكسس، هذول اقرب للجي اوميجا اكسس. فانا كاني كل الشغل اللي درسناه بالسكند اوردر سيستم عن الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن الزيتا والاوميجا دي والاوميجا ان والاوفر شوت والسيتلينج تايم وهذا رجعنا طبقناه حتى على هاي اوردر سيستمز. كيف؟ جينا قلنا هذول هم التو دوميننت. فكاني عمالي بتظاهر انه هذا السيستم اللي هو فورث اوردر هو شبيه جدا بسكند اوردر سيستم انه تو بولز عند النقطه. وهي فكره الدوميننت. دكتور؟ نعم. دكتور يعني مهتم لهذول اول ثنتين؟ ايوه. لانه يعني الثنتين ما لهمش تاثير ولا لانه تاثيرهم اضعف؟ تاثيرهم اضعف، هذول الاثنين تاثيرهم اضعف. يعني هم ما هم بشكل خطر يعني ما مش هدخل يعني هل لا 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 هذول هم اللي كريتيكال، هذول مور كريتيكال على البيهيفير تبع السيستم، هذول موجودين وراح ياثروا، وانت لو جيت عملت الريسبونس ما راح تلاقي بالضبط زي السكند اوردر سيستم. يعني ما هلا لو انا جيت عملت الريسبونس تبع هذا الفور بول سيستم النقطه هاي ما راح الاقي له بالضبط زي سكند اوردر سيستم اللي تو بولز هون. هذول في لهم تاثير وكل ما كانوا طبعا اقرب راح يكون تاثيرهم اكثر. كل ما كانوا ابعد راح يصير اقرب لسكند اوردر سيستم. بس احنا بنعامل عمليه تقريب. تذكر انه هذا روت لوكس ميثود اجى من الاربعينات والخمسينات، ما كان في لا مات لاب ولا سيمينج ولا في اي شيء. اي طريقه كان بامكان المصمم يحصل عليها بشكل بسيط يقدر يطلع فيها ريسبونس كان يتشبث فيها. لكن لو احنا بدينا اليوم نبدا بطريقه مختلفه تماما، نبدا بالسيمينج وخلص اعمل سيمينج واعمل سيميليشن للسيستم وما اسهل منها. بس هاي الطريقه تاريخيا من هون اجت. صار عنده هو طريقه تقريبيه يطلع على وانت لو جيت عملت على فكره الانفرس لابلاس ترانسفور راح تلاقي هذول بيسببوا تيرمز في الريسبونس. بس المضروبين بعامل اصغر بكثير من العامل المضروبين هذول الاثنين. وبعملوا ديكي بعملوا ديكي وبيختفوا اسرع بكثير من هذول اللي بيختفوا. نقطتين رح تلاقي انه الماجنتيود تبع هذول في التايم ريسبونس لما تعمل انفرس لابلاس ترانسفورم رح تلاقي هذول اكبر والديكيينج تايم تبعهم اطول باخذوا فتره اطول حتى يختفوا. هذول لا هذول بتلاقيهم بيختفوا بشكل اسرع والماجنتيود تبعهم اصغر. ولذلك قررنا احنا كل شغلنا قررناه للسكند اوردر سيستم رح نركز على الدوميننت بولز اللي موجودين هون. فلما باجي بسال هذا السيستم شو بتوقع تقريبا الاوفر شوت تبعه؟ وين باجي برسم؟ برسم وهاي هي زيتا لهذا السيستم رغم انه فورث اوردر سيستم بس اعتبرت انها هدول التو بولز هم دوميننت بولز. هاي نقطة مهمة جدا في الروت لوكس لأنه احنا دائما بنيجي نسأل السؤال طب أنا هذا فورث اوردر فيفث اوردر سيستم بس أنا في عندي تو دوميننت بولز هذول هم راح يدخلوا على البيهيفير تبع هذا السيستم. إذا نفس الشيء لازم يتحقق عندي زي ما تحقق عندي الماجنتيود كونديشن لازم كمان يتحقق عندي الأرجنت كونديشن ورح نشوفها بنستعملها بعدين. هلا بحالة السيستمز هاي اللي موجودة هون
بروبورشنال سيستم، وانا بدي اركز على نقطه واحده بكفيني الماجنتيود كونديشن بقدر اطلع منه كي، مش هيك؟ في اي نقطه، اي نقطه بدي اياها موجوده على روت لوكس بعد ما رسمته راح اجي اسال قديش قيمه كي عند النقطه هاي، باجي بقيس اطوال الكورز، بقيس اطوال الزيروز، كي بتساوي واحد مضروب فيها حاصل ضرب اطوال الكورز مقسوم على حاصل ضرب اطوال الزيروز، وانا طلعت هلا المشكله عندي اني ارسم، لسه ما احنا شفنا طريقه الرسم، بس انا لو فرضت انه في عندي طريقه ارسم فيها الروت لوكس، صار انا باجي بحدد الريسبونس اللي بدي اياه من الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن. شو كانوا الاشياء اللي انا حددهم من الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن؟ اوفرشوت، مش هيك؟ سيتلينج تايم، رايز تايم، تايم تو بيك، كل هاي كل الاشياء هاي بقدر اطلعها انا منهم، بقدر اجي ارسم اللي بدي اياه. راح تشوف مثلا الرايز تايم بدي احدد قيمه اوميجا دي، لما بحدد قيمه اوميجا دي اوفرشوت، لو جيت طلبت فيرست تايم تو بيك، متذكرين فيرست تايم تو بيك شو معادلته؟ اوميجا دي. اذا مين اللي بحدده؟ اوميجا دي. اذا انا اذا بدي البيك الزمن للبيك يكون اقل من قيمه معينه، شو بدي اوميجا تكون؟ اكبر من قيمه معينه، بطلع القيمه هاي، وين اوميجا دي على هذا الدايجرام؟ هذا الارتفاع، مش هيك؟ اذا انا باجي بقول انه بدي اوميجا دي تكون من هون لفوق طالع. مضبوط، هي اوميجا دي. وهي اوميجا دي رح تحط في تي بي اللي بدي اياه، وين رح تتقاطعها معي؟ إذا إيش السؤال اللي بدي أسأله؟ قديش قيمة K عند النقطة هاي اللي بتحط في هذا التي؟ بلاقيها وبرجع بحطها هناك، لما باجي بحط K هون، إيش رح يتحقق هذا السيستم الجديد اللي حاطط فيه قيمة A؟ تي تي رح تتحقق، رح تكون هاي القيمة أو أقل، هي بالحالة رح تكون بالضبط هذه القيمة اللي موجودة. بالنسبة للأمبيل كونديشن، الأمبيل كونديشن هو لو رجعنا هذا على نفس هذا، هاي إذا النقطة تقع على الروت لوكس راح يتكون عندي زوايا مع الهوريزونتال، واحنا الريفرنس تبعنا دائما الهوريزونتال، يعني القاعده رح ناخذها انه الزاويه رئيسها مع الهوريزونتال، هذا الكونفنشن، رئيس الزاويه مع الهوريزونتال عندي هون بول او زيرو، نفترض هذا في هاي رئيسها دائما مع الهوريزونتال كاونتر كلوكس اصطلاح، هذا الاصطلاح. اذا دائما الزاويه رئيسها من النقطه، بمد من النقطه للاوبن لوب بول او الزيرو، وهاي صفتي هي عبارة عن ثيتا تي ار. لو عندي زيرو هون بوصل من النقطة هاي اللي تقع على روت لوكس مع هون، وهاي الزاوية صارت ثيتا زد اي او زد 1 او زد 2 مثل هذا الكلام زد ار، ماشي؟ واضح الاصطلاح بالنسبة للزاوية؟ هذا اصطلاح ما في حق، يعني ما فيش مشكلة أقول ليش كلوك وايز، المهم إني أضل ماشي على نفس الكونفنشن، إنه دائما بقيس للهوريزونتال وبقيس كاونتر. إذا هون لو جينا بدنا نحط هذول الزوايا هون، راح الاقي انه الانجل كونديشن شو بقول؟ اطلعوا لي هلا هون مرة ثانية. هذا اللي طبقت عليه الانجل كونديشن الآن. شو لازم تكون انجل تبعت الشكل على جهة يمين من اللي يساوي والشمال اللي يساوي؟ لازم تكون متساوية. قديش زاوية الناقص واحد؟ 180 درجة. إذا لازم هاي أو طبعا مضاعفات الأود لل 180، مش ال 180 وال 540 هي نفس الزاوية. هاي الزاوية قديش؟ هاي عندي 180 مش هيك؟ بصير اضيف لها 360 ترجع نفسها ترجع نفسها مش هيك؟ ضيف لها 180 180 بتصير بتصير فاذا 180 زائد 360 شو بتعطيني؟ بتعطيني 540 ضيف لها كمان 360، هذا مهم على فكرة لأنه مرات بجمع الزوايا بيطلعوا أكثر من 180، احنا اللي عمالنا بنأكده هون إنه 180 و 540 هي نفس الزاوية، 540 و360 شو رح تعطيني 900 مش هيك؟ الى اخره. وكمان الناقص 180 مش هي نفس الزاويه؟ اذا كمان يعني عمالي بقول انا مجموعه ال 180 هي نفسها ناقص 180 وزائد 180 هي نفسها زائد 540 هي نفسها زائد 900 هي نفسها ناقص 540 الى اخره، هذول نفس الزاويه. هلا ليش بحتاج؟ لانه مرات بزيد معي زوايا بتطلع الزاويه اكبر. لما بجمع لما ابدا اجمع هدول الزوايا ممكن ما يطلعوش 180 يمكن يطلعوا 540 بس احنا عارفين. هلا هدول عباره عن ايش؟ هذه مضروبه 1 في 180 مضبوط؟ هذه مضروبه ايش؟ 3 في 180، هاي مضروبه 5 في 180، هاي مضروبه ناقص 1، هاي مضروبه ناقص 3، شو هدول الشكل؟ شكلهم هدول؟ اود نمبرز مش هيك؟ 1 3 5
اذا عمال بقول انه هاي الزاويه اللي موجود هون، يعني كاني عمال بقول انه زاويه الناقص واحد شو بتساوي؟ بتساوي 180 زائد ناقص 180، بس مضروب في ايش؟ بالقطب في قطب، والقطب ممكن اعبر عنه في 2k زائد 1 اذا بدك. خلينا نشوف شو يعني 2k زائد 1. انا لما اقول انه الزاويه هي زائد ناقص 180 مضروب في 2k بلس 1 وk تساوي 0 1 2 3 4 اي رقم. 2k بلس 1 حولت للرقم هذا لايش؟ لقطب، لانه عوض k هذا 0 شو بطلع معي؟ 1. عوض k 1 بطلع معي 3، عوض k 2 بصير معي 5، والزائد ناقص اخذت بعين الاعتبار السالب من هون والسالب. اذا احنا عمالنا نقول الانجل كونديشن هو، اذا انا هلا تذكروا الانجل كونديشن لما يكون عندي شيء مقسوم على شيء، شو بعمل بالزوايا تبعتهم؟ اخذتهم بالسيركتس بطرحهم مضبوط. اذا عباره هاي الزاويه هون مجموع الزوايا هذول ناقص الزوايا هذول، زاويه الكي قديش؟ زيرو. تمام. اذا زاويه الكي ما راح تاثر عندي، راح ياثر عندي الزوايا هذول. هذول الزوايا هي مجموع زوايا ايش؟ لما بضرب شو بعمل بالزوايا؟ بجمعهم، ولما بقسم بطرح الزوايا. اذا الانجل كونديشن راح اترجمه بالشكل التالي، راح اقول انه مجموع ثيتا تبعت الزيروز ناقص مجموع ثيتا تبعت البولز لازم تساوي زائد ناقص 180 في 2k زائد 1 وk تساوي 0 1 2 3. كيف بقيس الزاوية؟ من النقطة اللي موجودة على الروت لوكس ما بتخط للبول أو الزيرو، هذا اللي هو دائما الهوريزونتال البوزيتيف، وهاي بتكون الزاوية، هاي هي ثيتا زد أو تي بالمقسم حسب كان طبعا هذا بول أو زيرو. طبعا إذا كان عندي موجود في النقطة هاي وين صارت الزاوية؟ تصير الزاوية في حالة مضبوط؟ هاي النقطة. إذا شو بيقول الأنجل كونديشن؟ الأنجل كونديشن بيقول إذا في نقطة تقع على الروت لوكس وأخذت من هاي النقطة اللي تقع على الروت لوكس خطوط تصلني، إيش هدول البولز والزيروز شو سميناهم؟ أي بولز وزيروز هدول؟ أوبن لوب. أوبن لوب أحسن. إذا هدول هم كلهم الأوبن لوب بولز. لو جيت على هدول الأوبن لوب بولز وزيروز ورسمت وجدت الزاوية من هذه الأوبن لوب بول والزيرو مع الهوريزونتال، إذا هاي النقطة تقع على الروت لوكس معناها مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز ايش لازم تساوي؟ مضاعفات 180، قد مالتيبلز 180. والعكس صحيح، إذا كان جيت أنا على نقطة معينة وجدت إنه الشرط هذا تحقق عندها، معناها النقطة هاي ايش مالها؟ تقع على الروت لوكس، يعني معاكس الاثنين معكوسين. يعني إذا أنا بفتش على نقطة معينة بقول بدي الروت لوكس يمر في هاي النقطة، حتى يمر في هاي النقطة شو لازم يكون عندي؟ لازم يكون عندي مجموع الزوايا هذول، هذه بوزيتيف وهذول نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، لازم يحقق هذا الشرط اللي هو ناقص 180. إذا تحقق هذا الشرط لأي نقطة معناها هاي النقطة تقع على الروت لوكس، أو إذا النقطة تقع على الروت لوكس معناها لازم يحقق هذا الشرط. لما بوصل من النقطة هاي خط لكل الأوبن لوب بولز وبقيس الزوايا مع الهوريزونتال لازم تكون المضاعفات قد مالتيبلز أو 180 درجة، اللي هو يا اما 180 540 900 او ناقص 180 540 900. اذا هذا الشرط الثاني، واحنا جبناه من هون، اخذنا الزاوية هاي تبعت هدول، زاوية الكي زيرو، الزوايا هدول لانهم مضروبين في بعض الزيروز، زاوية زد 1 وزد 2 وزد 3 لما بضرب كوانتيتيز في بعض بجمع الزوايا تبعتهم، لما بضرب كوانتيتيز في بعض بجمع الزوايا تبعتهم، ولما بقسم بطرح الزوايا، فاعطتني هذا الشرط اللي هو بجمع الزوايا تبعت الزيروز بطرح منهم الزوايا تبعت البولز، هذا لازم يكون اود مالتيبل اوف 180 ديجريز. هذول هم الشرطين مهمين اخذناهم، وتذكروا في الكومبلكس نمبرز حتى تتساوى كميه مع كميه على الجهه الثانيه شو لازم يتساوى؟ الماجنتيود والانجل، زي ما اخذنا هون السيركتس بنفس الطريقه.